باش نمشيو لسيده سيده مواطنه تونسيه فاضله اختارت بان تخدم وطنها على طريقتها وبالخارج. هنا الجزء الثاني من الموضوع نتاع حصتنا بعد الحث على غرس روح المواطنه في ابنائنا زاد كيفاش نجمو نخدموا بلادنا واحنا خارجها. السيده وداد بن علي عن جمعيه اولادنا بفرنسا. سيده وداد صباح النور. صباح الخير. شنحويكم؟ شنحويك انتي؟ الحمد لله لاباس. سعيدة جدا باستضافتك هذا الصباح، ونحب نحيي زميلتي العزيزة سماح الرنان اللي مكنتني بالاتصال بيك، ونحب مدام وداد توصل التجربة متاعك لكل من يسمعك الآن في تونس. شنية هذه جمعية أولادنا وش تعمل في فرنسا؟ أولا قبل كل شيء أنا نحب نوجه تحية شكر وتقدير وامتنان لسماح الرنان ولكم أنتم الكل وعن طريقكم الإذاعة الساقس اللي متابعة النشاط نتاعنا هنا في فرنسا وفي باريس، واللي في كل مرة الحق تنوروني وتشرفوني وكل مرة تعطيني ألقاب كبيرة. إن شاء الله ما كنتي منورتنا. يعيشك. خليكم. أنا نؤمن أن كل مواطن تونسي خاصة كي يبدأ يكون خارج الوطن يكون سفير للوطن هذا نتاعنا. كنتوا يظهر لي تحكيوا على روح المواطنة وعلى كيفاش نجموا نكونوا نجموا نعطيوا للبلاد نتاعنا قبل ما كيفاش نغرسوا محبة الوطن لدى أبنائنا. محبة الوطن هي موضوع كبير برشا. هنا في فرنسا اخترنا نحن كفريق عمل كامل للمجال جمعية أولادنا من مدرسين ومن إطار ومن كيفاش نوصلوا الثقافة والعادات والتقاليد متاعنا التونسية لصغارنا اللي مولودين هنايا واللي يمشيوا لتونس كان في فترة معينة في الصيف ولا هكا ساعات يمشيوا عام ولا ساعات مش يمشيوا أصلا. اللي نوريوهم اللي تونس شنية هي أصلا، شنية حضارتها، شنية ثقافتها، شنية المعتقدات متاعها، شنية الخلفية والمرجعية الدينية متاعها. كيفاش تعملوا بما آليات يعني كيفاش؟ آليات عنا ساعة أولا ناخذوا طفل اللي هو من اللي عمله 3 سنين يعني اللي مازال كيف يتعلم ينطق وتعلم يتكلم خاطر هكاك نبداو ناخذوه على بكري خير. أيوة. وهو مقيم في فرنسا؟ تاخذوا في المقيمين في فرنسا؟ المولودين في فرنسا واللي مولودين في تونس وجاوا يعيشوا في فرنسا العمل نتاع الوالدين. دونك كيفاش؟ اولا ساعه باش يتعلم بالمسرح. عندنا فريق ثنائي، عندنا نادي جديد اللي هو تحل، عندنا المسرح وعندنا الموسيقى اللي هي خاصه المالوف اللي ركزوا عليه، وعنا الإبداعات. إبداعات هو كيفاش بش يعمل بالرسم ولا بالغكوبيغاج وإلا بالنحت ولا حتى يعمل مثلا في الأبواب نتاع تونس. المرة الأخرانية عملنا الراجل الفيزاج مع الشاشية نتاعو كيفاش يلبس الشاشية. أكل الحاجات الصغيرة الصغيرة البسيطة المظاهر اللي نشوفوا فيها. نحن كيف نمشيو لتونس عادي عنا نحن، لكن هو ما يعرفش معناها باب أكيد بوسعيد ولا باب في المدينة العتيقة. يبدأ أصفر ولا يبدأ أزرق ولا يبدأ أحمر شنو معناها. يعني خاطر نحن عنا دلالات باب الحمام وحده، باب الدار وحده، باب الدار كيف بدأ بالأزرق نون بالأصفر نون. يعني ثم حاجات اللي هذه نشوفوها نحن عادي لكن الصغار مش يعرفوهاش نظر اللي نتاعنا نحن. هذه الحاجه على الاتوليه هذه اللي تأنس عايشه معنا هذه جديده اللي هي ماستر في الليزار وفي الملبوزار وعندها حتى في الدكتوراه نتاعها هنا في فرنسا. عن الملوف اللي هو مع جمعيه نجمة الزهرة زياد برحومة اللي حق نحب نحييه ونشكره على اللي قاعد يعمل فيه والمبذول والجهد اللي قاعد يبذل فيه للصغار باش يعلمهم أليفيا سلطانية مش سهلة يعلمهم فريمون أغنيتها هكا بسيطة وخفيفة ولكن أو ميم طون تعلم النطق وتنجم ينجم يخرج الكلام والحروف خاطر الصغير مازال وقتها بدا يتعلم. عبيد جماعي نتاع المسرح اللي هو يحاول يبني الشخصية ومن بعد يجي والهيفا سمود التونسي اللي هي أستاذ العربية من يوصل عمرهم 6 سنين يجي تعليزات ولي هذوما يجي العربية يولي يكتب ديكو يكتب ويتكلم ويولي يقرأ العربية والحرف والجبل بعد برنامج كامل هو الحق موجود من قبل موجود مع الميشيون كولتوريل اللي نحب نشكرها في فرنسا وفي باريس وعلى رأس السيدة سيما بن إبراهيم اسمها
للحق ما دخلتش حتى مجهود باش تزيد تعطي سوايع اضافيه للجمعيه نتاعنا، خاطر نحن الحمد لله يعني عندنا برشا طلبات. بدينا نخدموا على ثلاثه اوقات، نهار الاربعاء العشيه وسبت الصباح وسبت العشيه، كل مره ثلاثه سوايع نحاولوا نوصلوا فيهم هالثقافه والروح نتاع التونسي البسيطه للجاليه نتاعنا الموجوده. جميل جدا. كيف يمشي لتونس يولي يتكلم مع افراد العائله نتاعه بالتونسي باللهجه التونسيه، وزاده كيف يحب يلزم يتكلم العربيه يعني يقرا العربيه زاده او انطغالي. هذاك علاش نحن خصصنا مانيش القرية عربية فقط، ورغم اني هو راه مجهود كبير ومجهود جبار قاعدة تقوم به هيفا التونسي، زادة الروح التونسية ديالكت اللهجة التونسية باش يعرف وباش يفهم توت سويت، ما يفهم كيفاش يتكلموا كيفاش يحكيوا في الحومة في الشارع. خاصة مدام وداد للأسف مع عائلات تونسية مقيمة بالخارج تلقاهم في الدار يتكلموا باللغة البلاد هذيك، فصغيرهم يفقد أصالته يفقد لغته، على الأقل أنتم تخلقوا هيك التوازن يعني. هو رو نحن بجيت في متعذر أنا أقول لك علاش عايشين هنا، عايشين 8 و 9 سوايع في الخدمة، روحوا للدار خاسي أكل أصلا ما عادش نجموا خموا ما عادش نفكروا بين اللغة بس نحكي يفول بيبقى على خاطر يعني نفق اخر ونمط. هذيك علاش قلت لك انا دوركم آخر. هذيك علاش انا قلت لك دوركم انتم مثلا كمنظمات ولا كجمعيات ولا كمراكز دور كبير برشا، على الاقل انتم تخلقوا هيك التوازن، على الاقل هيك الصغير ما تخليهوش يخرج من جلده، فهمت؟ هذاك علاش نحن اون فيت يعني الهدف الكبير والاسمى من هذايا تيك هو كيف يجي للجمعيه كانه داخل الدار التونسيه، كان داخل دار مميته، كان داخل حاجه هكا يعني نحن اون ايزيت ميم با باش نقولوا هكا لي بروفيرب نتاعنا باش نعلموهم لهم زيد، ساعات حتى في قلب حكيت وضحكه راهو خاطر ساعات عندنا دي ريكرياسيون هكا نبدا نضحك نقولوا له كل حاجه يقعدوا البيت هكا كي نحن نفسروها ونعلموا سي فغي هو نحن ما نجموش ناخذوا لو رول دي بارون راه هذه في عائلة. اكيد وهذه حتى انا كيف اول لقاء نعمله ما نعملوش مع الصغار نعمله مع الاولياء قبل ونقول لهم شنو الاهداف نتاعنا وين نحبوا نعملوا ليكيب الكل هاد نتكلم ليكيب الكل هاد كل واحد يحكي على الاهداف نتاعو خاطر سي تري امبورطون التواصل هذه مع لي بارون واللحمه اللي لازمها تكون مبينه بالفعل. مدام وداد عندك اضافه حبيت انا كان تسمح في هكا كلكو سكوند ناخذوا شي اسئله من الحاضرات، عندي معايا دكتورة فردوس أستاذة روضة دكتورة دينيا والأستاذة استبرق، جست إذا عندكم أسئلة وتحاول جاوبنا عليهم ويداد باقتضاب لأنه نقترب من موجز 11. دكتورة فردوس تفضل. صباح الخير ويعطيك الصحة برشا في الاسوسياسيون. حبيت نعرف عندكم شي برنامج باش تحولوها في مدن أخرى مش باريس بركة؟ والله هذا يعني طلب من عمنا وان شاء الله ان شاء الله ربي سهل. حلو. ماذا بيا هكا في احواز باريس هكا فوالا باش ما تحرموش صغيراتنا الاخرين. اي اكيد انا ما انا 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 حاسه به الموضوع هذايا وقاعده نخدم عليه ان شاء الله مع البلديات وان شاء الله على القريب العاجل ان شاء الله ربي سهل ونحلوا نقاط اخرى. الدكتوره دانيا ثمن برشا اللي عملوه باسكو بالحق معناها ليدونتيتي الهويه عند الطفل عندها قيمه كبيره برشا انك تغرس فيه الهويه هذه باش حتى ما تصيلوش حتى اضطرابات نفسيه بعد خاصه وقت المراهقه. ثينا كمان ناكد على انه الوالدين في الدار ان توكا يحكيوا بالعربيه فهمت هذه مليت ولد خاطر هي لغه الام في الاخر فهمت فوالا سي امبورتون وما تعرفش على الدنيا يمكن نهار من نهارات يرجعوا لتونس وباش نشوف محلات كي هكا ويقوا مشكله بعد في التعليم باللغه العربيه فوالا وخاصه للهويه اكثر من حاجه اخرى. وشكرا اللي تعملوا فيها صراحه. استبرق انا مش ناخذ كلمه شكسبير اعطيني مسرح اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما يا استبرق قلت لك اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما. هذا شكسبير ايش قال الشيخ زبير هذا الحاجه المهمه برشا انه اللي تعملوه انتم هو ان ايكيليبر انتر الانتماء والمواطنه. الانتماء هو الانتماء الى تونس والمواطنه هو راه ميفو با اوبلي انه راهو زيد انتم في فرنسا زيد لازمنا نعلموا انه رانا توانسه صحيح ولكن رانا نعيشوا في فرنسا راهو زيد لازمنا نحترموا لازمنا نحترموا الحقوق والواجبات نتاعنا في فرنسا. سامحني لو كان نجم نحكي يعني اول حاجه اللي هو يتعلمها اللي هو
عنده الجنسيتين واللي هو فماش اضطراب ما بيناتهم الزوج هو باش ينجم يغذي وينمي لي دو كوتي يعني هو ينجم يكون فاعل وناجح في المجتمع اللي هو موجود فيه بقطع او كونتخير وينجم يديفلو على خاطره عنده ثقافه اخرى مرجعيه اخرى هذا الحاجه اللي نبنيو عليها شخصيه الطفل وهذا الحاجه الاساس برافو اصلا الهدف السامي اللي وراه هذا الكل احنا ما عادش نحبوهم صغارنا يوصل 16 17 سنه عنده مشكله نتاع ايدنتيتي انا شكون وحاجه اخرى يكون الحل استقطاب للجهات اخرى والاطراف ما نحبوش حتى نذكروا اساميها يعطيك الصحه مدام هدايه روضه في عجلة مدام وداد صباح الخير ويعطيك الصحة على المجهود الجبار اللي تعملوا فيه في وسط غير تونسي وإنكم تنميوا حس المواطنة الصغير وليداتنا اللي من الجيل اللي يعيشوا في فرنسا وعندهم الهوية الفرنسية لا بأس أنه نعطيهم نقربهم من هويتهم الأصلية ونخليهم نخلقوا هيك التوازن بين الحضارة اللي هما يعيشوا فيها وموجودين فيها بالقوة والحضارة اللي ينتميوا بها اللي ينتميوا لها على أساس الهوية التونسية. شكرا لك مدام روض. هذا الأساس هذه اللي كيف الكل قاعده تخدم على هذا. نحب نخلي لك مش متعارض. نعم مدام وداد نحب نخلي لك كلمه الختام منك انت تتمثل في نداء ولا تحيه اللي يحب تحب تقوله يلا. انا نحب نوجه تحيه للفريق اللي عامل معنا كل اللي نخدم مع بعضنا كلنا في الجمعيه اللي من هايفا من عبيد من عايشه من زياد ونوجه تحيه للاباء اللي عطاونا اولادهم واللي هي حتى ثقه فينا ونشكرهم على الثقه هذه وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نجموا نخلقوا جيل جديد عايش في تونس في فرنسا مش مشكله المهم هو جيل يحس بالانتماء وعنده هويه وفاعل في المجتمع اللي موجود فيه. شكرا مدام وداد بن علي عن جمعية أولادنا ربي فضلك وربي ثبت أجرك في كل ما قاعدة تقدم فيه لأبنائنا الجيل ربما تو نسميوها الرابع مش حتى الثاني والثالث. شكرا لك مدام وداد أهديك هذا النغم لصابر اللي تونس فيها نعيش وفيها نموت وربي طول في عمرنا وعمركم الكل. يعني هي أكيد في حياتك أكبر حب وأول حب وآخر حب معناه إنه غرامك بهيكون الحد ولا يمكن يتخيلوا حد يعني هي أكيد في حياتك